السنه دي في مجموعه كبيره من المهرجانات اتاجلت زي مهرجان القاهره ومهرجان الجونه، هل اتعرض ان المهرجان دوت ممكن يتاجل السنه دي ولا لا؟ المهرجان شرم الشيخ للشباب مش هيتأجل السنة دي لعدة رسائل، ان كل الدول اللي مشاركة معانا، احنا عندنا 36 دولة مشارك معانا، مفيش دولة واحدة اعتذرت. ما ينفعش مصر تعتذر وتقول لمصر ده من الامان تقول لهم لا احنا مش هنعمل المهرجان ده، نمرة واحد. نمرة اتنين وده الاهم، ان احنا المسرح بتاعنا المصري من اول الستينات مرورا بالسبعينات، حصل عندنا في سنات النكسة 67 وحصل حرب 73، المسرح ما وقفش، فضل المسرح شغال بيدي للناس جرعات، كانت ام كلثوم بتنزل تغني وعبد الحليم بينزل يغني، كان الفن طول الوقت الرساله بتاعته موجهه للعالم كله. فعشان كده احنا المهرجان بتاعنا هيكمل للاخر، لان احنا في شرم الشيخ في مش عايز اقول لك في وسط بؤره الاحداث، احنا بنقول للعالم ان مصر امن وامان. مش بس كده، مهما حاولوا يكسرونا احنا مش هيتكسر ان شاء الله. الرساله اللي المهرجان هيوجهها السنه دي في ظل الاحداث اللي بتحصل دي، احنا الرساله بتاعتنا السنه دي السلوجان بتاعها كنا مسرح، بقينا مسرح من اجل الانسانيه. اعتقد الرساله واضحه جدا ان احنا بنقول مسرح من اجل الانسانيه. المسرح المصري يقدر يقدم ايه لغزه في الاحداث اللي بتحصل؟ خليني اقول المسرح المصري يقدم ايه لحظه، كل حاجه بيقدمها المسرح المصري هي بتساعد الاحداث. انا لو عملت مسرحيه بتخليكي تضحكي فده بيساعد الحدث، اني بحاول اخرج من الكتاب اللي انت فيه. لو عملت مسرحيه بتخليك تعيطي برضه بساعد في الحدث. لو عملت مسرحيه نقدر نقول ليها طابع سياسي شويه هيخلي دماغك تفكر وتشتغل. فعشان كده المسرح مهمته انه يوصل لاقل واكبر عدد ممكن من الناس. الوسط الفني دلوقتي مقسوم لجزئين، جزء بيقول احنا لازم نشتغل ونكمل، وجزء لا بيقول احنا لازم نوقف عشان قدر اخواتنا. حضرتك بتأيد مين؟ هو طول الوقت فيك كوباية، انت عندك لو انت عندك كوباية بتبصي نص الكوباية المليان ونص الكوباية الفاضي. انا بقول طول الوقت احنا نحمد ربنا ان اصلا في كوباية، انا مش عايز نصها الفاضي نصها المليان. يعني طول ما احنا بنفكر وطول ما احنا في ناس بتختلف وناس بتتفق، ده انا رأيي ده النجاح. شايف المسرح المصري محتاج ايه عشان يرجع بنفس القوة بتاعت زمان؟ اعتقد ان المسرح المصري بيرجع زي زمان، بس مشكلتنا في الحاليا هو المسرح الحديث او المسرح الخاص. لكن المسارح الشباب ومسارح الدولة الحمد لله دلوقتي واقف على ارض صلبة، وبقى عندنا مسرح نقدر نقول احنا فخورين نقدر تاخدي باباكي معاكي ابنك معاكي جوزك معاكي تروح تتفرجي على المسرح، وانت فخورة ان انت هتتفرجي على حاجة مشرفة. ايه تعليق حضرتك على رد فعل استاذ بيومي فؤاد على اللي عمله في مسرحيه الرياض؟ والله بيومي فؤاد او محمد سلام كل واحد ليه حريته الشخصيه وفكره الخاص. لو كان بيومي قال الكلام ده مش محدش عارف ظروف الناس، محدش عارف الناس اللي بتشتغل دي محتاجه ايه ولا مش محتاجه ايه. انا ما اقدرش اخش في كل نفسيه كل واحد من الناس واعرف هو بيفكر ازاي. مش يمكن الناس اللي مع بيومي، لا هو ببلاش بيومي شخصيا بس معاه 50 واحد في المسرحيه، يمكن واحد بس ظروفه في المسرحيه لازم يشتغل ويعمل. انا النهارده مع المقاطعه ولا مش مع المقاطعه، انا مع المقاطعه، بس لما اعرف ان شركه بيبسي فيها 22000 واحد مش هيشتغلوا بسبب المقاطعه، لا لازم اقف وافكر احنا ايه القرار اللي لازم اخده. انا مش عارف اخد قرار عامل ازاي. شكرا جدا لحضرتك.